يا جماعة الربع، سالفة اني انا واحدة مصاحية ومجنونة وخبلة، هذا الموضوع كلنا متفقين عليه، ما حد يختلف. الحمد لله انا ادري، يعني انا ادري ان انا مجنونة وادري ان انا مصاحية، واتفق وياكم بهذه النقطة. بس اكتشفت شيء، اكتشفت انه عندي ناس متابعين زين، يعني الاغلبية ميانين مصاحين مثلي يعني او اكثر مني. انا حاطة قبل شوي عرفتوني وانا ساعة نص رادين علي، لا ما عرفتك من انتي، يعني قاعد يمشون معي اكثر مني، قاعد يمشون معي يعني فوق الطبيعي. واي والله سالفتي للبيع ما عندي سالفة. يلا مع السلامة. قافل على حبك صدق، قافل عشق النكاج جاهل وريدك بس لي حمد الحساوي يصير لك. ايه حلو على طاري الشرط الجيشي يصير لك. جيش ابي حمود سيسي. خلاص لمتى تصوريني؟ خلاص لا تصوريني استحي. مخليتش تاخذين راحتك تعبرين عن شعورك. بتفكر بايش؟ افكر باخرتك. انت عمري لا حول ولا قوه الا بالله. ملاك نعم قاعد اكلمك. ليش قصت شعرك؟ ملاك لان لا عجبني من شعري الطويل. صدق وما تندمتي؟ والله ندمت. يا شنو قلتي؟ يا جماعة في بقول لكم شغلة، الحب من طرف واحد. لما هم اي سامعين عنا الحب من طرفه. لما يدشون بسناب يقولون لنا امشي، يقولون ان انت ملامحة بسناب ملاك واحنا ما شفنا. وانا ما دريت عنك اصلا. وانا ما دريت عنك. في ناس عايشة الجو مع نفسها. حب الاول. استغفر الله. انا عسان روان. يلا طلع برا بيتكم. حاضر بيتكم. حاضر بيتكم. حاضر. يلا روحي بيتك. خلاص. تخيلي ان في واحد داش علي زين يقول لي ليش انت صورتي الفيلم بالسينما؟ ممنوع التصوير بالسينما وهذه ملكيه فكريه. يعني هو ما يدري لما انا اصور الفيلم هذا يعتبر اعلان حق الفيلم. عفوا نشر والحفظ محفوظ عنده. ما ادري حسسني انه هو السبكي. والله حتى السبكي ما عنده اي مشكله تصدقين. لا والمشكله دين شنو الفيلم معروض من 3 أشهر بمصر وبالخليج كله، يعني كل الناس شافوه الا احنا. تخيلي. اي والله شفتي شلون. والله مشكله. لا مشكله اللي يرز وجهه غلط. مشكله اللي يسوي روحه انه هو صايد البطاطا. حيل صايد. اي ويطلع صايد البطيخ. سافر للبيع. يلا اوكي باي باي. انت ليه ما رحتي بيتكم؟ يلا بيت.